النهارده في شوارع بدرفور بنراجع اعمال الدخل البلدي اللي هو طرف الشوارع والشكل الجميل اللي حضرتك شايفه ده، حاجه مشرفه وحاجه حضاريه. كنا في الوادي من يومين بنمر برضو على النخل ونشوف بنعالج الامراض اللي هنا. كميه نخل كبيره جدا في مدينه الطور وفي قرى الجبيل والوادي تتعدى 50,000 نخله، فيها انواع عاليه جدا زي المجدون وابراهيم اللي هو الطمور اللي هي العربيه الاصيله موجوده عندنا في الاول. احنا بنطالب المستثمرين ونطالب الجهات الحكوميه بان احنا عاوزين مصنع تجفيف وتعبئه الطمور، لان بقى عندنا في طور سيناء كم كبير جدا، تيجي ناس من بره تاخده، لا خساره، اولادنا اولى بيه، اولادنا اولى بان هم يشتغلوا في المصنع ده. الموضوع بسيط جدا، مصنع بسيط مش مكلف، يتعمل في مدينه الطور، هيجمع كل التمور بتاع ال 50,000 نخله ويجففها ويعبئها ويبقى لينا اسم ولينا سوق ولينا مكانه وتتعرف المدينه بمصنع بحاجه بسيطه جدا، مصنع تجفيف وتعبئه التمور. احنا بنتابع مع المزارعين تسويق التمور بتاعتهم وبنتابع الناس بتيجي من بره تاخدها، لا مش بتتحدى من بره تاخدها، عاوزينها تتصنع هنا وتتجفف هنا وتنباع طول السنه لاهالي المدينه، لان احنا عارفين القيمه الغذائيه بتاعت التمور عاليه جدا ومفيده جدا وتمنع كثير من الامراض وتصلح كغذاء متكامل، يعني التمر مع شويه ميه تصلح كغذاء متكامل للجسم.